باش نعملوا ريكروتمون نركزوا بالباهي نعملوا ريكروتمون سيبلي. حمزه جلاسي كان من الاهتمامات نتاعنا، اليوم توصل نادر الصفاقسي بامضاء عقد 3 سنوات اللاعب هذايا، ان شاء الله هو يعطينا الاضافه المطلوبه منه وان شاء الله نوفروا له احنا الظروف باش هو يكون في مستوى ممتاز. الانتدابات مفتوحه كل نهار وكل ساعه، جينا دوسي نجموا نشوفوه بالتشاور مع المدرب وتلبيه لطلبات المدرب، احنا موجودين لهنا باش نوفروا له الامكانيات اللي نجم هو يطلب فيها. عندكم لي بوست اللي مش تنتدبوه؟ بالنسبه للاطار الفني تعرف انت، حب مهاجم مستوى رفيع، حب على متوسط ميدان، جبنا له متوسط ميدان، بتاتر يحب يرنفورسي شويه الديفونس بكالكو جوار، احنا قاعدين نشوفوا بتاتر ناخذوا اذا كان ثمم لاعبين نجموا ناخذوهم باش يفيدوا الفريق في الفتره هذه، قاعدين نلوجوا ان شاء الله نلقاو الملاعب اللي يقدم الاضافه. بالنسبه لانطلاقه البطوله، سي سي معمل برشا سنين سيد على البطوله، والمباراه كونتر السي بي في بنزرت، مش كون 5 الجولات الاولى ممثلين بالنسبه للسي سي؟ شوف، هي ديما بداية البطولة ديما تكون صعيبة على الجمعيات الكل، وقتها ليكيب تبدا تلقى في الريتم نتاعها، إن شاء الله احنا النتيجة تكون إيجابية نهار لحد هذايا في بنزرت، إن شاء الله نفرحوا جمهورنا، إن شاء الله الأولاد يبداو أبليكي أكثر من الماتش اللي تعدى، إن شاء الله الظروف تكون ممتازة، وإن شاء الله ندعو جمهورنا باش ننتصروا في المباراة هذايا.